وما تروج له إسرائيل. كذب جملة وتفصيلا، حتى الغارات والعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية كان ضحيته عناصر من قواتنا المسلحة. من هنا أقول أن هذا الترويج الإعلامي الإسرائيلي والغربي حول وجود إيران غير صحيح جملة وتفصيلا، وكما قلت إيران موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة السورية ووجودها شرعي. لا تصدقوا كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن الجنوب ما لم تروا أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف، ويجب أن تسحب قواتها من قاعدة التنف. هذه أرض سورية، والسيادة السورية عليها ليست موضع شك.